جاء دلوقتي 36 ودخلنا 37 من العطف الخطير اللي الهدف اللي يجي فيه ما يتعوضش ان شاء الله يكون هدفنا. 37 دقيقة على بداية الشوط الثاني، وطارق السعيد وانفراد طارق السعيد وعدى طارق السعيد ويلا يا طارق. مش ممكن يا راجل، مش ممكن، ومحمد فاروق رايح بيزعق اهو، لكن طارق السعيد اضاع الفرصة بغرابة شديدة جدا. طارق السعيد يهدر فرصة تحقيق الفوز في هذا اللقاء. ادي الكرة اهي، وخطأ دفاعي مغربي، وطارق السعيد لقى نفسه منفرد ببن زكري، عدى كويس طارق، والكرة العرضية بقى راجل محمد فاروق مستنى اهو، لكن طارق يحطها في الشبكة. احمد الكاس، واه هوبا يا خبر، مش ممكن مش ممكن مش ممكن مش ممكن، الجول اللي جه مش ممكن، يا مجدي يا طلبة، يا شوف الكاس نشوفها تاني اهي، وتقف في الجول وتتقشر، بطلها قوي بطلها قوي مجدي طلبة، بطلها قوي قوي قوي، العبها برجل يا مجدي، العبها برجل يا مجدي، العبها برجل يا مجدي، كانت قريبة بطلها قوي بطلها قوي مجدي طلبة، بطلها قوي قوي قوي، العبها برجل يا مجدي، العبها برجل يا مجدي، العبها برجل. قوية جدا، ما يسجلش ما يسجلش المنتخب المصري من ايمن عبد العزيز، شباك فارغة، خطأ كبير جدا على مستوى دفاع المنتخب الجزائري اللي ما تحركش يعني بعد التصويبة والكرة اللي صدها هشام زاير، كان ممكن لمدافع او اثنين يكونوا موجودين في نفس المكان اللي كان موجود فيه ايمن عبد العزيز وحده امام شباك فارغة. شوف هنا الدفاع الجزائري كله ما رجعش بنفس السرعة، ثلاث لاعبين مصريين وجدوا نفوسهم وحدهم ما عدا حد مولاي، هنا الكره من عبد الظاهر السقا يرجعها لشباك فارغه بالنسبه للاعب ايمن عبد العزيز يرميها فوق المرمى، اول اخطر فرصه في المباراه.